المسلمين سلام من الله عليكم، نحييكم مرة أخرى، وهذه انطلاقة أخرى، انطلاقة شوطنا العاشر للبكار المهجنات. نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. مباشرة إلى تعداد الأسماء الأولى، رأينا الشوط 9 أشواط أولى انتهت لصالح شعارات مختلفة، ونهني كل الفائزين، وحظ أوفر إن شاء الله لمن يصادفهم الحظ في هذه الأشواط التي انتهت. هناك أشواط وأيام قادمة إن شاء الله. مباشرة إلى المركز الأول، المركز الأول وصدارة الشوط والكادر الأول من مخرجنا العزيز. ها هنا تلافة، تلافة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية تضميرها ومتابعتها. عدستنا في التصوير تنتقل مباشرة لكي تعطينا صاحبة المركز الثاني، هذه المتألقة والملاحقة لهذا المركز العالي، هي الشاهينية في قيادة رائعة لراشد بن محمد بالسمي، يراقب دائما هذا الشعار ويتابعه ويضمره، وأم الملكية فهي لهجن الرياسة الدور دور المركز الثالث. يا سلام يا سلام، هذه حاضرة ومنطلقة ومحلقة وهي مقصصة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم راشد الغويص السويدي في عملية التضمير. انتقل الى المركز الرابع، المركز الرابع سحابة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة. المركز الخامس، يا سلام، هذه العين ودار الزين بشعار الزعيم وبشعار هذا الشعار العيناوي، وهذه المشاركة المشرفة لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي في عملية التضمير. الدور دور هملولة الحاضرة والمشاركة لهجن الرياسة ومتابعتها مع علي بن ميل الوهيبي، هذه في المركز السادس وفي المركز السابع. يا سلام يا سلام، هذه متعبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد السبوسي في عملية التضمير. عودة إلى المقدمة بعدما ناخذ هذا الاسم الكبير، اسم مزنة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وطارش بالقوبعة الحميري في عملية التضمير. عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، يلا يا تلافة، أنت متألقة وأنت قائدة وأنت مسيطرة مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. يا سلام، هذه هي تلافة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين وعملية المتابعة لهذا الاسم الكبير. بينما بدوري انتقل الى الشاهينية التي تلاحق المركز الاول. يا سلام، هذه هي الشاهينية مشاهدينا متابعينا الاعزاء اينما تتابعون. يأس يا ايها الناس جميعا، هكذا نحييكم مع هذه الانطلاقات وهذه الشاهينية وهذه هجن الرياسة وكذلك المتابع راشد بن محمد بسم المنصور. يا سلام، بينما المركز الثالث، المركز الثالث مع هذه الأسماء الكبيرة مقصصة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المضمر العزيز الراشد بن خميس الغويص السويدي. يا سلام يا سلام، المركز الرابع، المركز الرابع، ها هنا سحابة 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 لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين دافع بأوراق عديدة. نتمنى له التوفيق ونتمنى التوفيق كذلك للجميع. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ملاحقة رائعة وملاحقة مميزة من هملولة لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي هو المتابع لهذا الاسم الكبير مع المركز الخامس. المركز السادس، العين، العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظة للنيبي في عملية تضميرها، كذلك وصول من متعبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم والسيد سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء،
نعود بكم إلى مقدمة الشوط، نعود بكم إلى مقدمة هذه الأسماء. من هي المتقدمة؟ إنها الشاهينية، إنها التحديات، إنها كادر خاص يراقبها وعدسات وجمهور وأعين تدعو لله سبحانه وتعالى بالتوفيق للرئاسة ومغمريها الأعزاء كافة. ومع هذا التألق المسائي مع راشد بن محمد بسم المنصوري، يا سلامي عليك يا أبو محمد، يا سلامي عليك يا أبو ذياب، كيف وسيف وضيف دائما ومشاركة مشرفة ومشاركة دائما متألقة، يعني تستحق الثناء. لماذا؟ لأنك متابع وجعلت هذه العملاقة والمؤسسة الراقية في مكانها المرموق، في مكانها الناجح، ما لها مكان إلا في قيادة هذه الأشواط يا سلام، وأنت كفو لهذه القيادة. مع احترامي للكافة المضمرين الأعزاء الذين أخذوا أسهم كبيرة في النشاط وفي الفوز وفي الانتصار، مباشرة مع المركز الثاني مع هذا التألق المسائي ومع هذا الشعار كذلك، المنتصر والفائز والحاضر والمشارك مع هذه الأمورة البطلة الرائعة الملاحقة للشاهنية بهذه القيادة، إنها تحمل اسم كبير. يا سلام يا سلام يا سلام، اسم مقصصة والتاريخ يشهد، التاريخ يشهد معي على ذلك. هذه مقصصة يا سلام، تحمل اسم كبير، تحمل اسم كبير، اسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم. هنا راشد بخميس القويص السويدي في عملية التضمير والمتابعة أيها الأخوة الأعزاء، اللي الدور دور المركز الثالث، إنها تلافة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، نقطة ومن ثم الإعادة. أينك يا أيتها الأقلام الذهبية لكي يدون الذهب، لكي يدون النواميس، لكي يكتب اسم الشاهنية الذي تكرر في كل مساء؟ سلام الرئاسة، سلام إلى الأمام، سر إلى الخير تقدم. هنيالكم يا الرئاسة، هنيالكم يا الرئاسة، دائما 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 متألقين، متألقين الفطاح إلى الخبراء. هذا هو بسم وهذه إنجازاته، مزيدا إن شاء الله من الرموز ومن السيوف ومن الكؤوس ومن الخيرات العديدة، وإلى منصات التتويج دائما وأبدا. المركز الثاني مقصص لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الثالث سمو الشيخ نهيان أيضا بن ذياب آل نهيان. وفي المركز الرابع لهجن الرئاسة، وخامسا لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بسيف آل نهيان. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء رأينا القوة والتحدي والتوقيت الزمني 7:43 9 دقائق زمن الثواني. تهنئة لهجن الرئاسة والشكر لراشد محمد بسم المنصوري. وفي المركز الثاني اللي قدمت عروض رائعة كذلك، الشكر موصول لك يا الغويص مقصصة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد راشد سعيد المكتوم، وأيضا الشكر لراشد بخميس الغويص. في المركز الثالث، الثالثة تلافة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بسيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، توقيتها 7:52 9 دقائق زمن الثواني. تهانينا والناموس.